ننتظر خمسة بعد خمسة بعد ثلاث دقائق. عراقيين هذولي. ها نعمل فد كيس هونك أو صندوق اللي يجي متأخر يدفع كل دقيقة ألف. هذه الشاشة اللي تطلع هاي إيش اسمه؟ أوكي. الصوت أشون الصوت. هاي ما كانت معلوقة. هذه تنعلق هذه. معلوقة. هذه علقتوها. هسه شوف الصوت أشونو. شوف الصوت. ألو. ألو ألو. ألف ألف كل وحدة ألف. إيه. ألو ألو شونك؟ لا هذاك الصوت اللاقطة هوني عندي شغالة. ماذا تنطي صوت؟ نعم الو الو ايه هسه كلش زين. اوكي صوت اوكي هسه خلي نصلي وبعدين بدي يسجل. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك مشيئتك كذلك على الأرض. المجد للاب والابن والروح القدس. إيه. اوكي. مساء الخير. أهلا وسهلا بكم في بداية محاضرات الصوم الكبير السنة 2023 بعد انقطاع من سنة 19، يعني 2021 و22 كانت مضطربة بالكورونا والقلق وهاي المحاضرات هي بالحقيقة طريقة هم نلتقي سوا ونستمع إلى بعضنا، لأنه أنا ما كثير أزور العوائل، فأتمنى العوائل تزورني. وهذا اللقاء هوني في هذه القاعة، وطلبت من أخوية ماء الحياة وعماوس أنه بالتناوب يقومون بخدمتكم، وشكراً إلهم، وشكراً أيضاً لكل من ساهم في تحضير هذه القاعة، وشكراً أيضاً لجماعة التقنيات الصوتية اللي ينقلون هذه المحاضرات اللي هي اقتسام، نقتسم شوية مع بعض أشياء
شوية تحتاج إلى تفكير. العنوان هسنا هو نفض الغبار عن الأفكار. نفض الغبار عن الأفكار، راح تقولون عجب الأفكار، يصير عليها طوز مثل السجادة لما تبقى طول الشتي بالبيت، لما نطلعها وننفضها أش قد يطلع منا طوز، وهاي قل ما معقولة كل هذا الطوز كان موجود في هذه السجادة. طبعا هسنا من بدلنا المذبح مال كادرائية ما بس طوز كان موجود، لكن تحت الكرسي مال المطران كان أكو سمك سنتيم دود أسود، صار له 16 سنة 17 سنة لأنه ما كان طلعوا السجاد ولا نظفوها. معروف أنا زماني ما صارت هاي 9 سنين أنا هوني، بس هذا الـ الأفكار أنا هذا دفعني أنا أختار هذا الموضوع. الأفكار تتكدس ويصير عليها يعني يصير بيها حموضة، يصير بيها كثير أشياء، فسميتوها نفض الغبار عن الأفكار. وراح نستمر في هذه اللقاءات الصوم الكبير 7 مرات كل يوم 2 ساعة 5:30، مو 5:30 و5 ها، ساعة 5:30 يعني نبدي 5:30. وأتمنى أنه أهل سيكانيان يكونون شوية أكثر، هسا خلي يسمعوني حتى الباص يستمر يجيبهم على الكادرائية. نفض الغبار عن الأفكار قد يكون عنوان غريب، ليش؟ لأنه إحنا نحمل أفكار على نفسنا، راح أبدي بالأفكار على ذاتي، كل واحد يحكي على نفسه. هاي الأفكار ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلط. شلون أشيك صحته وعدم صحته؟ يعني إذا واحد يسوق سرعة ويسوي حادث ويموت يقولون وي قدر الله، هو كان يسوق سرعة أش قدر الله، يعني ما أش عنده علاقة الله بالقدر مالته. فعندنا أفكار بيها كثير غبار، بيها كثير طوز. خلي نحط الأشياء ونسميها مثل ما هي. هذا ساق سرعة والسيارة حديد ومات، فإذا ليش نذبه برأس الله؟ يعني ينراد فعلا كثير من الأفكار مالنا حول نفسنا. مثلا إذا اكتشفنا بعد 50 أنه أكلنا غلط، أنه طريقة أكلنا هي غلط، لازم نغير أسلوب أكلنا. وهاليوم العلوم بالعالم قد تكشف لنا إش قد آبائنا وأجدادنا كان يأكلون غلط. يعني هيم كان يطلعون على الحصاد، كان يشتغلون أشغال زورخانة، هذولي كان يصرفون الأكل اللي يأكلونه، الأكل الدسم الدهن الحر والأشسمة. أما إحنا حياتنا اليوم فهي ربع حياتهم. فإذا أنا أكل مسلم شون راح أصرف هذا الأكل؟ ولهذا اليوم عندنا بالعالم تغيير في طريقة الحياة. عندنا بالعالم 8 مليار بشر، تقريبا 3 مليارات عندهم وزن زايد، 3 مليار، بينما عندنا 800 مليون فقط، أقل من مليار جوعانين. فإذا أكو إنتاج أكل بالعالم زايد، وديروح ما ديروح لفائدة أصحابه، ديروح لفائدة الدكاترة، لفائدة الرجيم، لفائدة كل هاي الدعايات البايو وأشون أشون ناكل وهاي، يعني أو يعني اللي أكو فد الشبكة من المستفيدين من التحولات اللي صارت بحياتنا.
هذه التحولات هي بالحقيقة تبعثرنا، يعني احنا مبعثرين اليوم بالعالم. كل ما ننزل بالعمر كل ما الشباب أشعر أنه هيم مبعثرين، حسب تجيبهم وحسب توديهم، ويعانون من الحيرة اللا معقولة في عالمنا. عالمنا غير معقول وما عندهم مفتاح. هذا أهل سيكانيان من يروحون على المدرسة مالنا، مدرسة أم الرحمة، يشوفون أنه فوق كان حطيته ثقب الباب، ثقب الباب اللي هو شعار المدرسة، إذا 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 تريد تفتح هذا الباب جيب مفتاح معك. منو عنده مفتاح حتى يفهم اللا معقول الموجود بالحياة؟ فعلا اللي يدرس فلسفة واللي يقرأ كتب فلسفية يشوف أنه عبرنا من فلاسفة كانوا واثقين من نفسهم إلى فلاسفة غير واثقين من نفسهم. يعني جت العلوم بالقرن الخامس عشر، وبعدين جت النهضة عصر التقنيات، وكل ما كان يتقدم كل ما الشك صار أقوى. كل المجالات الفلكية العلمية، يعني غاليلو لما حاكمونه في روما بس فقط لأنه اكتشف بأنه الأرض تدور حول الشمس وما الشمس حول الأرض، وعملوا له مشكلة. وإحنا اليوم نضحك على هالعقلية. فجبرونا الفلاسفة والعلماء، جبرونا أن ننفض أفكارنا، جبرونا. وكل ما تقدمنا كل ما زاد الشك عند العلماء وزاد اليقين عند الجهلاء. اللي ما يعرف كل شيء واثق من نفسه، واللي يعرف كثير أشياء لا يقول ما أكيد، يشك. ويكفي هذا كمقياس، كل ما كنت جاهل كل ما كنت واثق من نفسك، كل ما كنت عالم كل ما كنت عندك مجال أن يعني هامش من النقاش والحرية بالتفكير، يعني خلي مجال للآخر أن يقول رأيه. ولهذا نشوف اليوم بالعالم مقسوم قسمين، مو ديانات، ما بقى الديانات هي مقياس. المقياس هو اللي واثقين من نفسهم واللي يشكون بنفسهم. وما طيبي يعني ما مريحة الشك، ما مريح. بس كل اللي جابونا شك دفعوا عجلة التقدم. أول شكاك هو رينيه ديكارت الفيلسوف الفرنسي اللي انهزم من فرنسا، راح عاش بهولندا حتى لا يقتلونه بالقرن السادس عشر. هو اللي أطلق هذا الشعار، أنا أفكر فإذا أنا موجود. سبينوزا مفكر يهودي طردونه من المجمع اليهودي، معاصر هو أيضا، لولا عاش في هولندا. هولندا هي أكثر بلد بدأ بتقبل الشك وتقبل الفلاسفة وتقبل الفنانين وتقبل الناس اللي رادوا ينفضون الغبار عن الأفكار. لكن اليوم نعرف أنه أكو دول كلش متقدمة لأنه قدرت أن تهتم بأشياء كانت بديهية وطبيعية. يعني أنا أتذكر قبل 20-25 سنة اكتشفت فيلسوف مفكر إيراني، مفكر ترك إيران بال79 من جال خميني وراح سكن في فرنسا، وكتب مقارنة بين الحضارات. يعني هو من أكبر علماء الحضارات بإيران
يمكن بالشرق الأوسط اسمه داريوش شيغان، مترجم كتبه، ترجمت كل كتبه ترجمت للعربي ونشرت في ألمانيا في دار الجمل، دار نشر بديعة. فهو كان يقول بأنه الشعوب اللي تؤمن بالقدرية أش ما يصير بيها تستسلم مرتاحة، مرتاحة أش ما يصير، قضاء وقدر ربك. هذه الأفكار مو زينة، القدرية مو زينة، أنه نذب كل شيء على الله. وينه هذا الله اللي قرر أنه هذا الطفل يموت، اللي قرر أنه الكورونا تجي تقتلنا، اللي قرر، وينه هذا الله؟ زين ليش ما القدريين يحاسبونه؟ وهذا النفض الغبار عن الأفكار هو مبدأ كل الإصلاحات الدينية عبر التاريخ، واحد منهم يسوع، قيل لكم وأنا أقول لكم، نفض الغبار. راح نشوف أنه يسوع أسهم في زمانه في تأسيس هاي الهوفر القوي اللي اسمه الكنيسة، ها هوفر، يعني تشفط الخطايا، تشفط الأفكار وتعيد يعني تعيد صناعتها. كثير هذا الجانب من الإنجيل مهم، احنا لازم نقرأ الإنجيل من هذا الجانب الثوري، المتغيرات اللي سواها يسوع في العالم. أكو جوانب بالإنجيل يمكن تعودنا عليها، هم هاي صار عليها غبار، هاي أريد ننفضها. لا معقولية ما العالم، ليش لا معقولية ما العالم؟ أنا كثير اهتميت بالأفكار المكتوبة والأفكار غير المكتوبة، يعني يمكن أكثر واحد اهتميت بالأساطير، بالخرافات، بالقصص، بالحكايات. من أنا صغير أحب القصص يا ناس، يا عالم، أحب القصص والحكايات. ومع الأسف أنا من ولدت ما كان أكو لا تلفزيون لا انترنت ولا شيء. من كبرت كان عندنا راديو، هذا هم جاء من أنا عمري 5 سنين 6. هذا أبو العين الخضراء يمكن قسم يتذكرون، وعلى ما يحمى ينراد له فد كم دقيقة ويوصوص ويطرطر بحيث سنة 1936 في المجمع اللغوي العربي في القاهرة قالوا ليش نقول راديو؟ راديو كلمة أجنبية، لازم نقول كلمة عربية. فقاموا يبحثون عن كلمة عربية أشي يسمونه، فغادوا يسمونه الطرطران لأن يطرطر، الطرطران هذا اسم الراديو سنة 1936، الطرطران. لا يعني أكو كثير أشياء يمكن ما تعرفوها، بس من نتبعها هذه الأشياء، القصص، الحكايات، الخرافات، هذه أنا عجبتني من أنا طفل. ليش؟ لأنه إذا القصة معقولة ما حد يحكيها، لازم القصة تكون غير معقولة، لازم القصة تكون عجيبة. أمي كانت تقول لي يالد حكيثة، يعني أولاد القصة يكبرون بساع، بعد ما ولد شو زوجت، بعد ما هاي كبرت يالد حكيثة. إذن هل القصص والحكايات اللي إحنا ولدنا بيها غير معقولة؟ ليش؟
لأنه العالم غير معقول، فلازم تجي الحكاية غير معقولة أكثر. ولهذا إحنا دربنا من إحنا صغار على الغير المعقول. يعني يعني بالأفلام الكرتون الأطفال أنه البزوني تحكي والكلب يلبس مناظر، هاي شيء عادي. بحيث الحكاية والخرافة شقد ما كانت خرافية شقد ما كانت طيبة، حرام شقد طيبة هاي القصص والحكايات. تعودنا على غير المعقول. فشنو الخطر؟ الخطر أنه غير المعقول هو يصير الغالبية، ودخل غير المعقول بالديانة، فصرنا نهتم بالغير المعقول اللي بالديانة أكثر من اهتمامنا بالمعقول. الله ستر ربك، كان يصير حادث بس هاي شلون يعني معجزة صارت، وهاي زين ليش تخسر وتقول الله ستر؟ يعني شوية معقولية. فشعوب بكاملة يقول داريوش شيغان تعيش على غير المعقول وتصدق غير المعقول، ويحكوا لها حكايات وتبكي تتأثر. هل قد اندمجنا انعجن غير المعقول في أدمغتنا في حياتنا؟ هذا غير المعقول بينه فد فايدة. أكو فد عالم فرنسي اسمه بوريس سيرولنيك، هسه كبير بالعمر يعني فوق 80 سنة عمره. هذا قصته فت قصة تسوى، لأنه عمره 6 سنين انخطفوا أبونه وأمه يهود من فرنسا، وانقتلوا في معسكر أوشفيتز مال إبادة مال اليهود بزمن الحرب العالمية الثانية. هذا الطفل ربونه يعني ناس وكبر، هسه أشهر طبيب نفساني وطبيب جسماني وكاتب وهذه في فرنسا، حول مفهوم جدا جدا أساسي يعني يغير نظرتنا. هذا من اللي راح أذكرهم كثير من اللي ينفضون الغبار عن الأفكار. كتب حول موضوع يسمونه موضوع جديد وبعلم النفس، يسمونه القدرة على التغلب على الصدمات المؤلمة، بالإنجليزي ريزيليانس. يعني الإنسان أمام الألم وأمام الصدمة ممكن يروح بها، يعني يضيع، ممكن ما يسيطر، ما يتمكن من أن يكون قوي. فإحنا عادة من نشوف يتيم عمر 6 سنين هو أهله انقتلوا وتربى خطية، يعني كان ممكن يكون مشرد، بس لا، صار عالم، وعالم يعالج الناس المصدومين، قلب مكينة الأفكار عن الصدمة، واخترع هاي الفكرة مال استعادة التوازن بعد حدث استثنائي، ريزيليانس، استعادة التوازن. شلون ألقي توازني وأنا يتيم، أنا فقير، أنا محروم؟ فالناس عادة يبكي على نفسه من عمري 7 سنين وقليبي مهموم، وعدوانة، هاي الأغنية مالتنا تعسى، عدوانة عد يا لكثر هموم، من عمري 7 سنين وقليبي مهموم. بوريس سيرولنيك لا، هذا من عمره 6 سنين انتصر وصار طبيعي، لا بل قام يعالج الناس غير الطبيعيين
المصدومين. هذا يعجبني، يعجبني لأنه أثبت نظريتي بأنه الغبار على الأفكار خطر، بحيث يجعل هذه الأفكار ما تسوى، حتى لو كانت دينية أو علمية أو إيش متريد، هذه الأفكار لازم ننفضها. مولود بوريس يغولنيك سنة 37، يعني هالرجال فتشي الكتب ماله، هو جزء من اهتمامي بعلم الإنسان. علم الإنسان تقريبا هسه بينه فروع عديدة، تفرعات، فقمنا المهتمين بهذا العلم قمنا ندور على تخصصات. واحد من التخصصات اللي هسه صاعدة كثير، سوقها صاعد، هي قضية الأفكار والتأثير على الأفكار. كثير كثير هذا السوق صاعد، بحيث الشركات الدعاية تعتمد على هذا العلم، شلون أثر على الناس، شلون أخلينه يشتري هاي الريحة، ريحة شوشة هالقداتي بألف يورو ويا أشني، شوية كحول شوية ماي شوية عطر، بس أكو من يجي الشانزليزي ويشتري، أكو في المحل تشوف هذول السيدات العربيات طالعات والأش اسمه العلاقات مالهم متروسة، الله يعلم أش قد كن صرفوا منو، شلون أقرب إذنم، شلون أخليهم يشترون هاي العطور، شلون غير أكو فد فكرة بالموضوع. طبعا هذا العلم شلون الأفكار، الدعاية علم، الدعاية علم. هاليوم المواقع الاش اسمه يسموها جافام، يعني جوجل، فيسبوك، كل هاي ستة هي أشهر شركات الدعاية بالعالم، كن شفطوا 90% من فلوس الدعاية بالعالم. وأنطيكم فد مقياس، كل موقع تدخلونه بلاش أنت فلوسه، يعني يستعملوك، يأخذون عنوانك، يستعملون موقعك، منطقتك، عقليتك. طبعا قبل كم يوم صار فضيحة في مالطا، جزيرة مالطا، فالشركة كن أخذت معلومات عن 390,000 سكان مالطا حتى تأثر عليهم بالانتخابات، وتعرف توجههم يسار يمين، يعني فهاي هسه رفعوها إلى المحكمة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي يريد يحاكم هاي الشركة. تعالي أشوف أنت أشو لتلعبين خلقة العالم. اليوم الأفكار اللي تدخل في رأسنا لازم نشيكها، مثل الماي اللي نشربه لازم نشوف هذا الماي صافي لو ما صافي، وين ما رحتوا في سليمانية وفي كركوك أول شيء أسوينه هي أشتري فلاتر، وهم عندنا مشاكل، أشتري فلاتر مال ماي، لأنه جسمي كله فلترة، جسمنا كله فلترة، عيونك بيها فلتر، أذانك بيها فلتر، قلبك فلتر، ها كلا مالك فلتر. إذن دماغي مع الأسف ما بينه فلتر، وهو أهم شيء بجسمي. طبعا بعلم الإنسان أهم دراسة هي الدماغ، هذا الدماغ المعجزة
هو اللي تغير عبر التاريخ. الحيوانات تطورت، هذه طلع المناطق الباردة سوى له فرو، هذا المناطق الحارة سقط الفرو من عنده، يعني هاي أشياء مواضيع كلش لذيذة. بس الإنسان عجيب، بس الدماغ عنده اتطور. الدماغ كان قبل كم مليون سنة كان وزنه 400 غرام، هسه وزنه 1400 غرام، وشكل جمجمتنا يختلف بحسب المناطق اللي تطورت. قبل كان جمجمتنا هالشكل، هسه صارت هالشكل، من هوني فوق الأذن لي فوق هذا اللي كبر وتوسع، وبعد الحبل على الجرار. إذن هذا الدماغ ما بينه فلتر، بينه فصين، وكل فص عنده واجب. ولهذا احنا من بدينا نفكر كبشر نحتاج تربية، نحتاج فلتر مع العائلة، نحتاج يدربونا الأم والأب، نحتاج ديانة. وهاليوم الديانة فلتر، مهمة كثير، مهمة الديانة. راح الفكر مال القرن 18 يسمونه عصر التنوير أو عصر الأنوار، اللي كان يقولون الديانة والإلحاد ومدري شنو، هذا راح انتهى. اليوم أكبر العلماء يهتمون بالديانة كظاهرة، كظاهرة فلتر. والديانة راح نشوفها بهالمحاضرات شلون تتأثر بالمناخ، تتأثر بالعمر، تتأثر بالجو. ديانة العايشين في القطب يختلفون عن الديانة الصحراوية، ديانة المدن تختلف عن ديانة الريف. هسا احنا بدينا الصوم الكبير، ولي اذا ما نقرأ التعليمات مع الصوم هي بقايا ديانة ريفية، لان اهلنا اجدادنا المقربين ما قبل 70-80 سنة، 100 سنة، العراق عمره 100 سنة، 100 وسنتين، كانوا عايشين بالريف بالقرى، حياتهم قروية، كان يأكلون من منتوجاتهم الزراعية. خلال هل 80-90 سنة الأخيرة صرنا سكان مدن، وكل ما جينا كل ما المدن كبرت. لما تأسس العراق 80% من السكان مال العراق اللي كان عددهم 2 مليون فقط سنة 1921، 2 مليون نسمة، 80% منهم 1.6 مليون كانوا ساكنين بالقرى، و400 ألف كانوا ساكنين بالمدن. بغداد كانت مدينة صغيرة، موصل، بصرة، كركوك، ايش كان؟ القلعة، ما كان اكو. هسه نحن 42 مليون، 80% من سكان العراق ساكنين بالمدن. ايش قيصير؟ قيصير انه ما لحقنا نتطور من افكارنا القروية الريفية بخصوص الصوم، هذا شيء بسيط. فلما يجي شاب يقول لي ايش اكل بالصوم، اقول له تاكل عدس وتاكل بطاطا مسلوقه وتاكل هالشكل، هل هذا هو الصوم؟ معقوله؟ تقدر تاكل سمك؟ بديع السمك مزقوف وهالشكل، هذا ايش صوم هذا اذا اكل سمك؟ اي اغلى من الدجاج، اغلى من اللحم. زين ماكو واحد يفكر يقول تعال دا اشوف ليش انتم المسيحيين بالصوم تاكلون سمك؟ ما يخالف، ليش؟
منين جت فكرة أنه السمك ما هو لحم؟ منين جت؟ لأنه السمك من ينصاد لازم ينكل، والكنيسة ما تريد نذب أكل، تقدر الخروف تذبحه ثاني يوم، بس من طلعت السمك وماكو ثلاجي خلال كم ساعة يجيف. فإذا الأفكار يصير عليها طوز، ننسى الريف وأمي ونانتي اللي كانوا قرويات، وأكلب بأنه هسه صوم وأسوي لك هذا المزقوف هالشكل ويكلف هذاك الحساب، هذا ما صوم. فكرة الصوم اللي نتأمل بيها ونطرحها هاي الأيام راح تكون مختلفة تماما، بس ما راح أقدر أكون مرتاح إذا ما أمسك الثور من قرونه وأمسك الأفكار، كل الأفكار أيش ما تلزم من الأفكار خاصة غير المعقولة. وأنا بديت هالمحاضرة أنه إحنا ضحايا غير المعقول. شلون راح نتخلص من فكرة غير المعقول؟ بحيث غير المعقول يسود العالم والناس تتبعه. ما نشوفون أفلام مع النازيين وهتلر المسيرات اللي أخذت التطواف الديني واستعملته، وأفكارهم النازية وأفكارهم العنصرية وأفكارهم المتعصبة. التعصب الديني اللي عندنا واللي تأذينا منه من داعش وهي كم سنة هو نفس الامتداد، أنه الأفكار قادرة أن تقتل، الديانة إذا خربت تقتل، الأفكار ما بس يصير عليها طوز، تتحول إلى سم، تتحول إلى خطر. ولهذا تشوفون كل الدكتاتوريين ما يحبون النكتة. أحسن شيء بدماغنا هو روح الفكاهة. هذا فد عالم بوحده علم الإنسان ندرسه. أنا من كنت أروح إلى بلد أتعلم لغته وأول شيء أحاول أفهمه ليش هذا البلد يضحك، على إيش يضحك. النكتة دواء. أجيب لكم مثل بسيط. هتلر من أخذ الحكم سنة 1933 وحكى عن الرايخ الثالث أنه راح يحكمون العالم 1000 سنة، ما دام إلا 12 سنة، وبدأ الحرب وقام يغزو جيرانه 1939. أكو فد واحد بريطاني ممثل تعرفونه اسمه شارلي شابلن. شارلي شابلن فكر يقشمر هتلر، طلع فيلم الدكتاتور سنة 1940. أشي يسوي الممثل؟ أشي يسوي الممثل الساخر؟ أشي يسوي؟ يعري الشخص البطل ماله، يعرينه. أكيد قسم منكم كن شافوا هذا الفيلم الدكتاتور مع شارلي شابلن، عبقري. بس تردد هو وفريقه، ترددوا من إصداره 1940، يعني سنة بعد بداية الحرب، وراح يموت هتلر منتحر سنة 1945، بس كان يخاف لا يكون يدز أحد يغتاله. مع ذلك طلع الفيلم حب بعض الأمريكان العنصريين اللي كانوا بالخفية يحبون هتلر، طبعا في الولايات المتحدة الناطقين بالألمانية لا قليل هيم. فصار صراع وشارلي شابلن انطرد من أمريكا لأسباب أخرى، بس لأنه شارلي شابلن
كممثل ساخر أعتبره فيلسوف. كل شخص يحكي نكتة جديدة مرتبة، هذول اللي يخترعون نكات هذول فلاسفة. شو يسوي؟ يعمل لنا إطلالة على اللا معقول بلا معقول، يخلي دماغنا يقدح فنضحك. شيء عجيب، الطفل يضحك، نكات الطفل شكل، نكات الشاب شكل. كثير مرات أشوف أجيال من شبابنا الصغار يضحكون على نكات إحنا ما نضحك عليها، بس هذا زين، معناته لا معقول عندهم يختلف بيني وبينهم. بس علم النكتة هو فرد شيء دواء الشعوب اللي تضحك، ولهذا أنا أعتبر المصريين هي أسطوات. ويقال أنه عادل إمام من سوى مسرحية الزعيم حاول القذافي أن يغتاله وحكاها عادل إمام، يعني نفس القصة مال هتلر راد يقتل شارلي شابلن على فيلم الدكتاتور. عادل إمام من سوى مسرحية الزعيم هذاك شاف نفسه، هو ما قال اسمه بس الناس افتهمت. ايش سووا هذولا الممثلين الهزليين الساخرين؟ نفضوا الغبار عن الافكار وعروا الملك. الملك العاري هاي تعرفوها قصة قديمة مال هذولا النساجين اللي كانوا يسوون حرير هلقة خفيف بحيث ما يبين، فلبسون الملك قدام الشعب إلى أن صرخ طفل قال الملك عاري، فقام راح لبس حواسه. دائما في عبر التاريخ يجينا ناس ينفضون الغبار عن الأفكار، الأفكار العلمية والتقنية. لولا هذولي ما كان هسه يكون عندنا آيفون. لو تشوفون قصة التلفون صار لحوالي 120 سنة 130 سنة، التلفون من تلفونات الأولى هاي اللي كانت الشكل اللي نشوفها بالأفلام القديمة إلى هذا، هاي المعجزة، معجزة هذا بالنسبة لنا. بس من أشوف الابليكيشن البرامجيات الموجودة بيها أقول احنا بعدنا كثير كثير في البداية. وهسا دي يطرحون برامجيات معتمدة على فيزياء الكم، فيزياء الكوانتا، هم الله يستر يعني اش راح يشوفون أولادنا وأحفادنا، اش راح يشوفون، ما هي الأفكار القديمة، ما هي الأفكار القديمة قياسية. ومحاضراتي مع الهصوم راح نشوف شلون نسوي توازن، اشنو الشيء اللي اقدر اخذه من الماضي كدرس، واشنو الشيء اللي ما يصير اخذه. فاذا منو عدو الأفكار الحقيقية؟ هو الشخص المتعصب، شخص اللي يقول ما دام أهلي أكلوا بهالطريقة أنا أكل مثلهم، ما دام فكروا بهالطريقة أفكر مثلهم. إيه بس أهلك كان يعيشون 30 سنة 35 سنة، معدل العمر قبل 200 سنة كان معدل العمر بين 30 إلى 40، زمن الرومان كان 30 سنة العمر، معدل العمر قليل كان يعبرون 50 قليل. قديسين أنا دائما أحب أشوف القديسين حياتهم أشقد عاشوا. قديسة كاترينا السيانية عاشت 31 سنة، مار عبد الأحد عاش 51، توما الكويني العبقري عاش 49 سنة. صار في التغير. هاي المتغيرات اللي صارت هاي نحتاج شوية نطلع عليها.
نطلع عليها. وكثير من الأفكار كلفت قسم من الناس ماتوا بسبب محاولتهم لتغيير الأفكار. قسم انقتلوا مثل محاولات قتل شارلي شابلن أو عادل إمام. لكن الحرب ما انتهت، حرب الأفكار بين الناس اللي مصالحهم تنضرب. أنا كان قريت دراسة حول أكو شركة أدوية ما أقول اسمها، فهاي الشركة مليارديرية، فشخص صحفي حاول أن يكشف عيوب بعض الأدوية نهونه ويعتقد هسه أنه ليش الصين ما كتقدر تتخلص من جائحة كورونا بينما احنا خلصنا تقريبا الحمد لله ما بقى شيء. سبب هو هالمنافسة بين شركات الأدوية واللقاحات، يعني اعترفوا بأن لقاحكم مو زين، بينما اكو 325 لقاح، محاولات لقاح، 4-5 نجحوا بالعالم، شالوا شيلتهم. الأفكار تخوف، اكو كثير ناس متعصبين يخافون من الأفكار. أعرف ناس يخافون يقرون إنجيل لأنه الإنجيل بينه أفكار تزعزع قناعاتهم، تربوا على غير شيء. روح الفكاهة إذن خصوصية بشرية عجيبة. تعرفون هسه قدامي أكو كمبيوتر وأجهزة متطورة وبيها انتجريتات وبيها أشياء متطورة، هذا كمبيوتر، هذا التلفون. مهما تطورت الكمبيوترات والحواسيب، مهما تطورت ما تفهم النكتة. أكو فد برنامج جديد أقوى من جوجل. جوجل شقد قوي، عمنا جوجل شقد قوي. هذا البرنامج الجديد ما صار له كثير، اسمه تشات جي بي تي. ما أعرف سامعين بينه شبابنا تشات جي بي تي. أنا شايب وينكم شبابي؟ تشات جي بي تي هسه طلع الاشتراك بينه رأسا خلال الأيام الأسابيع الأولى 100 مليون شخص اشتركوا بينه. حطوا الجوجل بجيبه هذا التشات جي بي تي. هذا البرنامج تشات جي بي تي غاد واحد يجربه حتى يشوف يفهم النكتة. سألوا إما الأكبر بيضة الدجاجة ولا بيضة البقرة؟ جاوب الشات جي بي تي أكيد بيضة البقرة لأن البقرة أكبر. قط ما بريشخ. هوني طلعنا سلامات، كلتكم ضحكتم، وأشكر الله أنتم ما كمبيوترات، تونستوا أنه أنتم ضحكتم عن نكتة، لأنه هاي النكتة هي دواء لنفض الأفكار وتطليع الغبار منا. أكيد لا كثير تنطون ثقة للكمبيوتر، أكيد هو مهم، أكيد غير أشياء كثيرة بحياتنا. لكن أقول للشباب اللي منبهرين بالأشياء الجديدة اللي تطلع كل يوم كل يوم كل يوم على الآيفون مالم، دير بالك هوني هم أكو كثير غبار.
كثير غبار أكو، ما كل مدعبة الجوز ولا كل حمراء تمرة ولا كل بيضاء شحمة. لا تصدق بسرعة مثل هذا اللي يروح للبلاد برا، وأول ما يشو أول ما كان يجي باريس، وأنت ساكن باريس، وهاي أقل باريس بالنسبة لي جدا عادية، ما أنت مبهور لأنك جديد لأنك لأول مرة تشوفها، بس بالنسبة لي هي زينة ومو زينة، بها مناطق وسخة، بها مزابل، بها أشياء، بها جريمة، بها أشكال وألوان. فإذا لا تكون غشيم، لا تكون غشيم. أحسن شيء نربي بين أولادنا أنه ما يكونوا غشيمين، يعني يكون مفتح باللبن، ويكون مفتح باللبن يعني من هو يشرب حليب هو مفتح، هو ما ينضحك علينا. ولهذا اليوم الأطفال العقلاء والشطار ما ينضحك عليهم، يعني ما تقدر أنت تقنعه طفل كلش صغير أنه تنطينه 250. هسه خاصة عندنا بالفلوس العراقية أبو 50,000 وأبو 1,000 دينار يتشابهون، بس الولد شاطر ما يفرق بيناتهم. أفكارنا الجاهزة، إيش قد باقي لي وقت؟ فادي إيش قد 10؟ أوكي، خلي أقفل حتى نأخذ استراحة. أفكارنا الجاهزة، إيش وقت يصير الغبار عليها من تتكرر؟ أخطر شيء الأمثال، مثل ما يقول أبو المثل. أوكي، الأمثال هي ثقافة شعبية متراكمة، بس أنا أعرف ناس يمشي على الأمثال، يكررها ويعتبرها هي منزلة ولازم يطبقها. أكبر منك يوم، أعقل منك سنة، ما صحيحة أبد، ما صحيحة. ليش تآمن بيها؟ أو مثلاً ما عنده كبير إلا البعير، ما كان أكو كبير بالصحراء غير البعير، بس هاليوم لا، اليوم عندنا فيل وعندنا عندنا كثير كبير. فهل الكبير قياسي؟ ما خوش فكرة هاي أنه الكبير قياسي. صدقوني بالكائنات الحية الشطارة هي اليوم البكتيريا والفيروسات اللي ما كنا نعرف عنها ولا شيء قبل 150 سنة لولا لويس باستر ولا العالم الألماني كوخ، ما كنا نعرف. طلع الذكية وتضحك علينا ولازم نداريها. آخر فصل من فصول صحتك هي أنه عندك بكتيريا في جسمك، في الجهاز الهضمي مالك، ها؟ من هوني إلى آخر نقطة، عدد أكثر من خلايا جسمك بيا حميدة وبيا غير حميدة، واللي يدرس هذا العلم يتخبر. ليش؟ لأنه أنت ما تشوفها، بس هي تتعامل مع دماغك وتتعامل مع جسمك. هسا اكتشفنا أنه لازم نداريها، ونداريها بالتي هي أحسن، ونهتم بها ونحكي معاها ونعطي لها مرات نعطي لها أشياء زينة، مرات ما نعطي لها أشياء مو زينة. ولهذا كل المشاكل مالتنا هي من خلف هاي البكتيريا الحميدة أو غير الحميدة الموجودة في جسمنا. هسا علم قائم بذاته، ما كنا نعرف هاي. فإذا لا نبقى غشم، لا نبقى جاهل. مرات كانوا أجدادنا، نانتي كانت تقول أشوف تسمم الأكل علي، كنت أفكر أقول هاي نانا لأنه فات خالي ما أفش قال ساغط عصبي تسمم الأكل علي، أش معناته تسمم الأكل علي؟
صدقوني أنا كنت أفكر أقول هاي نانا ليش تسمم الأكل؟ هسا افتهمتوا أش معناتها تسمم الأكل عليها البكتيريا مالتها رفضت عصبيتها. وهاي أشياء إحنا راح نحتاج أن نفكر بيها ونتقدم في هذا الفصل اللي ناخذ استراحة بس نتوقف شوية وقبل بعد الاستراحة أنطيكم فريد شيء على روح النكتة وأشوف تضحكون لو ما تضحكون بس هسا خذوا استراحة فد ربع ساعة بضيافة ماء الحياة وشكراً.